وأيضا الخميس هنا يقول: والأصل أن يمسك المسلم لسانه عن الخوض في أعراض المسلمين، خاصة في مثل حالة ابن لاد غير الواضحة، فأمره إلى الله والله حسيبه. وأمر ابن لاد أمر واضح، رجل خارجي إخوانجي تكفيري أفسد ما أفسد، وكان سببا في تدمير بلدان من بلاد المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعامله بما يستحق. ولكن عثمان الخميس يريد أن يلبس في شأن بن لادن ويقول أمره غير واضح. وأيضا له فتوى في فيديو لعثمان الخميس عن بن لادن يشبهه بالصحابي الجليل عمرو بن العاص، والله المستعان. أتذكر سبحان الله حادثة بن لادن كحادثة عمرو بن العاص. بن لادن شيطان خبيث خارجي لا يجوز لأحد أن يثني عليه، ومن أثنى عليه فهذا دليل على أنه خارجي مثله.